شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطة، بس ما كنتش متوقعة ان اشوفك. يعني اصل بصراحة وحشتيني، قلت اجيب نفسي بقى عشان اعرف رأيك في القصيدة اللي كتبتها لك. اصل بصراحة تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي. يعني ايه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزمالة، لكن كل حاجة وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام قبيح ولا حاجه؟ انت برضو مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه اجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصل. لا يا سيدي متشكره. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها اركبك تاكسي. لا هدفع انا. طب يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيورة دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضربين ورق عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ بقري فتحتك متكلم عليكي غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. خس كده بقى، يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا يتهيألي شفت خلقة حضرتك دي قبل كده. لا ما ظنش. جايز الواحد يا ما بيشوف اشكال ما يعلم بها الا ربنا. انما على فين العزم في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عايشه. انت مش قلتيلي انك ساكنه في مدينه نصر؟ بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. وماله يا حبيبتي، ما هي السيدة عايشة تمشي برضو صلاح سالم ومدينة نصر والزمالك لو عايز. عليها قصاد. سحنة حضرتك مش غريبة علي، مش انت برضو تبقى ابن ام سيد اللي هي بتبيع شبت وفضل وبقدونس على نص تحرر السمكة اللي في النادي خلشيف الوش؟ ايه ده بقى، وانت عرفت منين ان اسمك سيد؟ كلك ذوق وكفاحه والله العظيم، وانا من نوعيه الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحه اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين هيدفع بقى البنديره، سعادتك ولا السنيوره؟ ما قلنا كلك ذوق وكفاح. ماشي، بس والله يا بنتي انت نفسك حلوه قوي. كل فوله مسوسه ولها كيال معفن. ما بس بقى مش هتصنفي الاشكال اللي تمشي معاها، مش ماشيه معاها من ورا اهلك. ايه يا ست انت لو سمعتي الكلام اللي بتقوليه ده، على فكره ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. انا مالي، انا بس انصحك نصيحه عشان انت زي بنتي. اوعي تخليه يسقيكي حاجه من الازازه مش متبرشمه. الازازه لازم تبقى متبرشمه وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، والا تصحي تلاقي نفسك خائفه من شيء ما. بقول لك يا حاج ونبي ما تشغلي لنا الكاسيت لحسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكوا يعني. امنجهكوا ها؟ في سيد جيت ابوسه، ايروي لوالي بوسه، كل البنات بتبوسه، واشمعنى انا يا سيد؟ ردوا! واشمعنى انا يا سيد؟ في سيد جيت ابوسه، ايروي لوالي بوسه، كل البنات بتغيش. هو ده اللي حصل يا ماما، انا رضيت بيه. انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاه من شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم معاه من شويه. هتقضي سنكحه بقى على قف امك؟ انت بتزلي ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تزلي ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد، بس جه في وقت مش وقته يا ام سيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك، تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله عائليه وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا امه، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله، ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه ده؟ ايه الموزه اللي جايه علينا دي؟ جدال يا جي؟
يخرب بيتك يا بيت يا دلي، ايه القمر ده؟ يا سيد فانا واقف جنبيك كيس جوافة يا اخي. يا دلي انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ داليا طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكة البنات المايصة بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو في قناة فضائية، عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجح، هم يطولوا يبقى في مذيعة زي القمر كده. هتسكر طولك يا ولد، هات له مية سكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا ابو راوية. مذيعة معدة اشيل شرايط اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس اني اول مرة بشوفك. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البرار. تعا جنبي يا توت، تعا جنبي يا حبيبتي. تعالي يا قمر. اسمعي دي، ما قلتليش يا رامي ايه اخبار البت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه؟ اما انت جاي تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف، مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ليه ان جهان ما خدتش جواز؟ ما رضيتش ازعلك. عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عادله زي ده. سيد لي عندي شغلانه هيكسب من وراها ده. هيسرح معاك بالعربيه؟ هيخرب بيت. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتي. ما تديله فرصه يا ابو سيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجيلك فشل في شنبك يا بعيد. يا اما ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه ثانيه خالص. اركن يلا. بس بقى يا امه اركن يا ولا، اركن يا ولا بقى. مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا العدوم. طب وحياه امك ما انت راكبها. يا امه ما تكلمنيش، انا اخبر حتى سلم عليك. قلتم يا امه؟ قلتم قلتم على امك؟ قلتم اركن يا ولا. ماشي اركن يا ولا. هات امي اكون سريعه وبيعها لك عشان تتسرعي دي تبقى عامله زي. طب انا يخرب بيتك، تخيل على لجنه، تخيل على لجنه يخرب بيتك. انا عايز ابلغ عن ابني يا باشا، ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحلم ومحدش يعبرنا. واني اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب. لا الكلام ده كان زمان، الحب مالوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راوية. صحيح انا قبل ما سألتك يا ابو راوية، هي راوية دي بنتك؟ بنتي راوية دي قصة حبي الوحيدة، ماتت بعيد عنك في أزمة لوكيربي. عارفة المشكلة دي؟ الطيارة اللي وقعت في ليبيا، حكاية كده يعني. ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها، ابو راوية. امال انت اسمك ايه؟ ابو عزة. يا عم وحياة ابوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. روى دي يا عم كانت نشاله وتفرمت وهي بتنط من الاتوبيس. خلينا في اللي احنا فيه بقى. ما انا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضه قديمه في زمن الانترنت والرسائل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت الا في حاله واحده بس، لو الانسان انقرض. انقرض؟ انقرض ايه؟ هو فار انقرض يعني يا ابو روى؟ حلو قوي، احنا كده فاضل لنا كاميرا التلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجه بتاكل الا الكلام ده. انا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، احنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهارده اي شاب بياخد البنت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها اعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا ابو راويه، مفيش قصه حب تعمر دلوقتي، لا انا عايزك تتجوز عرفي وخلاص. احنا في زمن العرفي. ايه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمة ورقه ونكتب عقد عرفي؟ لا احنا نفتح مخنا حبتين. اوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسالونا انا الشاب من دول تسيبي له ايدك يمسكها يلعب لك في شعرك مسجات وق ومق، وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع على المحظور وتاخد استماره ستة. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البنت مؤدبه ملهاش تجارب، جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالون انا قديم، والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البنت تحبك، حب البنت تكرفك. البنت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقولك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقولك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت اتثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزه الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول يا بابا جوزهولي ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي شدت بنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصده يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك.
يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء. وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه. وبعدين انت كشف ولا استشاره يا مشمش؟ يا عيني يا ليلي.